شكرا جزيلا على الزيارة، لأنه هذه الأيام كلها من نهار وقع الزلزال في المناطق المغرب، وحنا كنا مشطونين لا مع الأسر ديالنا لا مع الأطفال ديال اللي تابعين هذه الجمعية، وكذلك كان همنا هو دوك الناس اللي الله يكون في عوانهم اللي صبحوا في وضعية جد 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 صعبة، وحنا كنا مشغولين معهم. اليوم بحول الله وقوته سنتجه إلى مراكش الحوز باش هاد الشيء هذا اللي يجمعوا الأطر التربوية والآباء كذلك والمحسنين اللي هما داخلين هذه الجمعية، باش هاد الشيء نسهروا عليه ونديوه الناس المحتاجين. تنتمنى أنه يكون هذا عمل خير، عمل خيري محض. ثانيا بالمناسبة لازم نحيي ونقولوا الله سيدنا الله يعطي الصحة ديالو، يكون الصحة ديالو الله يحفظه، لأنه ما رأيناه في الزيارة ديالو في مراكش المصحة ديال مراكش كان شيء كثير. إذا أنا أعتبره أن سيدنا مدرسة، خصني نتعلموا من المسؤولين نتعلموا منه حتى هنا كمجتمع مدني. إذن بعد الزلزال اللي ضرب منطقة الحوز ومناطق كثيرة بالمملكة منها مدينة الدار البيضاء، هذا الزلزال كانت عنده واحد المخلفات نفسية على جميع على كل الناس، ولكن الفئة الهشة الأطفال المعاقين ذهنيا كانوا عندهم تأثير كبير من الناحية النفسية والسلوكية، ظهرت اضطرابات كثيرة. لهذا السبب هذا الجمعية سعت أنها تكون خلايا استماع عن بعد وخلايا عن قرب من أجل تأطير أولياء الأمور، وبالتالي المواكبة وتقديم المواكبة النفسية والدعم النفسي للمحتاجين من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ومن الأسر ديالهم اللي هما تنتكلموا على أشخاص أسوياء. وفي هذا الإطار هذا تمكننا من تأطير جميع المنخرطين داخل الجمعية اللي تصل بينا تنستجبوا ليه، وحتى الناس اللي ما قدرتش أنها تواصل عيطنا لهم ومشينا وسمعنا الكلام ديالهم وجاو عندنا للسونتر ودرنا استقبالات ميدانية معهم وتم التأطير. كنحاولوا ما أمكن نتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة لا على الفئة الهشة ولا على جميع المواطنين بشكل سليم. وبالتالي أن الجمعية في نفس الإطار كتنظم واحد الحملة من أجل جمع التبرعات الفائدة المتضررين في منطقة الحوز، ومن ضمن وسائل الدعم اللي تقدمها الجمعية هو يكون واحد طاقم متعدد التخصصات منهم أخصائيين نفسيين اللي غادي يمشيو لعين المكان باش نحاولوا نأطروا الناس وندعمهم ونشوفوا المتضررين ويتم المواكبة النفسية ديالهم بشكل سليم.